السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي. اليوم راح اعرض لكم سماعتين جداد نازلات من الياماها، اللي هي تي اتش ار 5 و تي اتش ار 10. طبعا الفرق اللي بينهم تي اتش ار 5 صغيرة، و تي اتش ار 10 اللي هي شوية لو تلاحظون كبيرة. طبعا يتميزون ويتشابهون في بعض الخصائص، اللي هي لاحظ معاي فيها الانبوت، وفيها اللي هو الفونو حق السماعات، وفيها نظام الاوكس. كذلك التي اتش ار 10 نفس الشغله فيها، لكن التي اتش ار 10 تتميز انك انت لما تيجي تضبط الكنوبزات على صوت الجيتار اللي تباه، مثلا بدل ما تتعب وترد تسجل وهذا مره ثانيه، تقدر انك انت فيها نظام حلو يوزر ميموري، يعني تخزن 5 افكتات اللي انت تباهم، بس مجرد تضغط هني يتبدل بروحه على الافكت اللي انت خزنته. كذلك يتميزون فيهم نظام اليو اس بي الميدي، يعني تقدر بعد تركبهم على الميدي على الكمبيوتر، ونفس الشيء في تي اتش ار 10 تشتغل على الكهرباء. وفيهم شغلات جميله جدا، تذكرون التلفزيونات القديمه اللي لازم يوم تشغله يتم شويه يحمى وبعدين يعطيك شغل نظيف؟ فيهم نظام التيوب لايت، يعني اول ما تشغل وتحط الجيتار ما راح يسمع، يعني ما راح تسمع الجيتار بطريقه حلوه، بعدين راح تشوف النظام الجميل اللي هو فيهم. وكذلك فيهم نظام البلوتوث، يعني تقدر انك انت تحط عليها وتتسمع عليها اغاني، تسمع عليها اي شيء. طبعا هالموديل البلوتوث موجود فئه، نفس الشيء نفس الطريقه نفس كل شيء ونفس الشكل، بس اللهم بلوتوث. هذا للعلم، وتقدرون تزورون على اليوتيوب وتشوفون في ناس شارحين اكثر بعد عنهم وتشوفون اصواته. وشكرا.